الأرض قد لبست لباسا أخضرا والطل ينثر في رباها جوهرا. هاجت فخلت الزهر كافورا بها وحسبت فيها الترب مسكا أظفرا، وكأن سوسنها يصافح وردها ثغرا يقبل منه خدا أحمرا. السلام عليكم. اليوم بدنا نحكي عن عطور من وحي الطبيعة، عطور مكوناتها مكونات جبلية مكونات طبيعية. حبيت أخذكم إلى ربوع الجبال، إلى المناطق اللي فيها هاي المكونات، أورجيكم هاي المكونات على حقيقتها وتشوفوا كيف لما يتم خلطها مع بعض العطور. أخذت عينة بسيطة من بعض العطور، حاولت أجمع ما بين المكونات الخضراء الجبلية والمكونات الخضراء السبايسية اللي بتروح جهة الميرامية والزعتر والمكونات الخشبية، خاصة في نهاية فصل الشتاء وبداية فصل الربيع لسه الأخشاب مبتلة لسه بتعطينا هاي الريحة. فأخذت ثلاث عطور عشان أحاول أشرح لكم كيف نوتة العطور وكيف تشابهها مع هاي المكونات بين الخضراء والخشبية والسبايسية اللي موجودة في الطبيعة. أقرب ريحة على ريحة الخشب اللي في الطبيعة، اللي أول ما يخلص الشتاء أو في فصل الشتاء لما يكون مبلول، أو الخشب لما تنشر وتشم هاي الريحة، ريحة نشارة الخشب من الخشب، الخشب لساته مش ناشف لساته أخضر، هي ريحة رصاصي وودي. الريحة كثير تشبه ريحة الخشب في نهاية فصل الشتاء أو حتى في فصل الشتاء لما يكون مبتل، كثير هاي بتشبه هاي الريحة. هذا العطر كثير مش آمن، العطر بده شخصية قوية، حكيت عنه فيديو مفصل. اليوم مش جاي أحكي عن هذا العطر بحد ذاته، جاي أقرب لكم النوتات الخشبية المبتلة أو النوتات الخشبية الطبيعية مع الطبيعة الحقيقية. ريحة كثير معقدة، يعني إذا بتقرأ المكونات خشب الصندل الغابات صدقا بتشم هاي المكونات. أكثر عطر حسيت فيه وشميت فيه ريحة الجبل في فصل الربيع هو عطر بريكن مان من أمواج، نفس المكونات الجبلية، وكأنك يعني إذا أنت بترشه في البيت تتخيل حالك أنت موجود في الجبل مع الميرامية والزعتر والزعتر الفارسي والمكونات كلها والورود. معلومة حابب أحكي لكم عن هذا العطر، حكيت فيديو كامل عنه بس نسيت أحكي لكم جزئية التزوير. كثير في تزوير لهذا العطر، لك تتأكد أنه عطر أصلي ولا مزور. بتحط الغطاي لازم ترجع لمكانها، بتحاول تحطها بالعكس ما بتقبل، الماجنتيك كاب ما بيقبل، فبتحطها ترجع لمكانها. طبعا المرمية كثير واضحة في هذا العطر، احنا بنحكي عن عطور نيش وعطور ديزاينر. المرمية برضو كثير واضحة في عطر شهر الرجالي والستاتي، لكن الفرق بين أمواج بريكن مان وعطر شهر الرجالي والستاتي في مكوناته الأورينتال الشرقية الجبلية فرق بين السماء والأرض. هون المكونات الميرامية والزعتر والمكونات الطبيعية مكونات طبيعية 100% عن جد بتحس حالك في الجبل في بريكن مان، بينما بتكون سينثاتيك في شهرة، مع شهرة بتضيف عليها التبغ والمكونات الأخرى، بينما بتكون في بريكن مان طبيعية كثير. زي ما انتم شايفين المكونات الطبيعية كلها عبارة عن مكونات طبيعية، المرمية موجودة في كل مكان، الأعشاب هاي كل هاي الأعشاب إلها ريحة، ريحة الخضار اللي موجود في الأعشاب، كل هاي النباتات العشبية إلها ريحة، كلها تدخل في صناعة العطور مكوناتها. مثلاً هاي النباتات هسا قطعتها موجودة في الجبل، خزامة البري، لسه احنا في بداية فصل الربيع الزهور لسه مش مفتحة منيح، ممكن المكونات الثانية طالعة افضل، بس زي ما انتم شايفين هاي وردة قرن الغزال مثلا تدخل كثير في صناعة العطور. يعني وانت في الجبل بتشم ريحة عطور، بتشم ريحة طبيعية، ريحة مريحة. هاي النباتات العطرية والنباتات اللي احنا بنستخدمها سواء في بعض المأكولات لعلاج بعض الأمراض البسيطة،
والورود اللي منتشرة عندنا في الجبال، علما انه انا بسكن في قرية اسمها عطارة. عطارة اسم كنعاني قديم معناها المنطقة المرتفعة او التاج او الاكليل او رائحة الورود، في إلها عدة معاني، وهي من كثرة النباتات الاسم ايضا من كثرة النباتات العطرية اللي موجودة فيها. زي ما انتم شايفين هاي النبتة طلعوا ما احلاها. اذا بتشوفوا عطر امواج بريكن مان العبوة الكنينة نفس الخلفية اللي موجودة وراها، زي ما انتم شايفين هاي المرمية طبعا ريحتها كثير عالية، كثير شممها انا، فواحة لدرجة لانها خضراء هسه قطعناها من الجبل. المرمية عندنا بنستخدمها للشاي، نشربها لحالها، وبكثير بتدخل في صناعات العطور خاصة الاورينتال الشرقية. وهاي المرمية الجبلية تختلف عن المرمية التي تزرع في المحميات او المناطق قرب البيوت، لانها هاي مرمية من الجبال ما بتنسقى مي. نبتة الميرمية احنا بنحكي لها ميرمية، يقال انه التسمية جاءت من ستنا مريم، وهي اسمها مريمية لما جاءها المخاض بسيدنا عيسى عليه السلام، مسكت شجرة مريمية او ميرمية او مريمية وشمتها، فاجت التسمية من ستنا مريم. المكونات لجرين نوتس، المكونات الخضراء، تشبه كثير المكونات الجرين اللي موجودة في عطر لبارفيت. طبعا عطر رغبة اوضح فيه لانها فريش اكثر، هذا فيه لمسة سويتية. عطر جي اي تي او جرين ايرش تويت اوضح واوضح فيه المكونات الخضراء الربيعية اللي ما فيها كثير سبايسز، بينما هي تعطيك الجرينس الراحة. المكونات الخضراء تطغى اللي هي الفاتيفر او نجيل الهند اللي هي ريحة الاعشاب، تشبه كثير عطر لبارفيت من ارماف اللي هو كلون لجرين ايرش تويت بلاس جريد افنتوس. الفيديو مش شرح عن عطر لبارفيت، عطر لبارفيت عامل فيديو كامل عنه. نوتاته يمكن تكون اقرب للعشب اللي بيطلع على المستنقعات والمناطق اللي فيها مي، لكنه هون مش كثير في مستنقعات وفي محلات في مي، لكنه اقرب شيء ل العشب في اول الربيع لما الارض تكون لسه مبتلة، بيعطيك هاي النوتة. زي ما انتم شايفين الجبال والنباتات والشجر والروائح، كل الروائح انا شممها، يعني روائح كثير نقية كثير جبلية كثير جميلة. هذا الزيتون الرومي اللي عمره مئات السنين بذكرني في بيت الشعر: لو يذكر الزيتون غارسه لصار الزيت دمعة، يا حكمة الأجداد لو من لحمنا نعطيك درعة. نبات السرخس اللي موجود على عبوة أمواج بريكن مان، موجود في الطبيعة الجبلية. إذا أنتوا شايفين كمان لون عبوة أمواج تشبه تقريبا الأرض والنباتات اللي طالعة في الجبل. في نهاية الفيديو الرحلة في أحضان الطبيعة مع النباتات العطرية مع الأخشاب مع هذا الجو الخرافي. بشكركم كثير على حضور الفيديو، حبيت أشارككم رحلتي في أحضان الطبيعة، حبيت أعطيكم بعض المعلومات وبعض الأشياء الحقيقية على أرض الواقع للنباتات الجبلية والعطرية اللي تستخدم في العطور، وبعض النوتات اللي شبيهة في المكونات زي الأخشاب. صراحة المكان بذكرني ببيت الشعر تاع تميم البرغوثي اللي بيقول فيه: كأن السماء والأرض نص قصيدة ولم يك إلا من كلام اشتقاقها، وقفت بأطلال الأحبة سائلا على صحبة ما جمعها وافتراقها، وليس مرادي دار ليلى وإنما مرادي بلادي شامها وعراقها. هاي الطبيعة الخلابة اللي في كل بلد عربي في جمال، من الصحراء للخضار للسهل للبحر، كل منطقة فيها جمالها فيها عذوبتها فيها تفردها. إذا أعجبكم الفيديو بتمنى تضغطوا لايك، وما تنسوا تتركوا كومنت. وإذا أعجبتكم الفكرة وإذا في عندكم في بلادكم برضو نباتات أو زهور عطرية تستخدم في مجال صناعة العطور، بتمنى تضيفوها في التعليق، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب في القناة وتشتركوا وتفعلوا الجرس. شكرا على المشاهدة.